تعطي كل حين كفقراء لا شجرة لنا ونحن نغني نغني كثير ابلس عنه كسفارة كأن الله يعظ بنا لكي يكون وألنا اكتفاء من كل نعمة نعمة وغنى شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين يا فقراء لا شيء لنا يسوع مبارك لجميع متابعي قناة القيامة. ومعانا الآن أبونا أنور وحينطينا كلمة بهالعيد المبارك. أهلا وسهلا بأبونا. أهلا وسهلا بك يا أهلا وسهلا. عيد مبارك. عيد مبارك لك ولكل اللي راح يشاهدونا وفي هذا الوقت. اليوم تحتفل الكنيسة المقدسة بعيد قلب يسوع الأقدس. هذا العيد هو من أروع الأعياد في الكنيسة لأنه يذكرنا أنه قلب يسوع هو قلب مملوء بالمحبة وقلب مملوء بالغفران وقلب مملوء أيضا بالتسامح. اليوم عالمنا بأمس الحاجة إلى المحبة وإلى الغفران. هالمحبة هي الله هو المحبة، وهذه المحبة دعانا الله أن أيضا نحب بعضنا البعض، وأيضا دعانا أكثر من ذلك أن نحب حتى أعداءنا ولو نحن ما عدنا أعداء. وأيضا نشوف هذا القلب المملوء بالغفران عندما كان يسوع على الصليب قال لكل الناس، للناس اللي أيضا كانوا استهزأوا بينه على الصليب غفرهم. هاي رسالة كثير مهمة، ما بس إلنا، يا ليت للعالم كله أن يأخذ من عندها فتعبرة رائعة حتى هذا العالم يصلح، لأنه بينه كثير اليوم من شرور، كثير من النزاعات وبين كثير من حروب. نتمنى أنه هذا اليوم نطلب من الرب أن يبارك عالمنا هذا، وأن يبارك أيضا هذا الناس اللي يعيشون بهذا العالم حتى فعلا يقتدون بهذا القلب الأقدس، هذا القلب اللي هو المطلوب من عندنا كل واحد يكون قلبه شبيه بقلب يسوع الأقدس. هذا العيد مبارك للجميع. أمين. تسلم أبونا على هالكلمات الطالعة من القلب، وإن شاء الله شفاعة الرب يسوع مع الجميع. الله يبارككم والله يقويكم يا ربي. وهن كافة الأخويات اللي ماخذة هذا الاسم واللي شفيعها هو قلب يسوع، الله يحفظهم ويبارك بيهم، ونشكرهم على الجهود المبذولة من قبلهم لخدمة الكنيسة. آمين. وهن كذلك الكنيسة الكلدانية بهذا العيد المبارك، وهو عيد قلب يسوع المملوء بالرحمة والمحبة والتسامح. ونطلب من الجميع خدمتهم تكون مجانية لخدمة الكنيسة، ونشكر كافة الأخوة الذين شاركوا في هذا الاحتفال، وشكرا. شكرا جزيلا. وأيضا عندنا أحد أعضاء الأخوية المباركة. أنا اسمي صباح، همي من الأخوية، وأني فرحان كلش بهاليوم بالمناسبتين. أول شيء قلب يسوع الأقدس، والمناسبة الأخرى أنه أبونا معانا ويشجعنا ويقوينا، بحيث هسه بدينا نروح نشوف البايبل ستدي اللي هي دراسة الكتاب المقدس العصر، وهم بدينا نشترك نتعلم اللغة الكلدانية، لغة آبائنا وأجدادنا، حتى نقدر نقرأ الكلمة المباركة بلغتنا ونفتهمها ونصير أقرب إلها.
وهاليوم كلش فرحانين بهالمناسبة ونتمنى حضرتك بهالأخوية هنا أنا من جت الأمريكا لو من أيام العراق من هنا أنا يعني صار لي حوالي 20 سنة بأمريكا ومن البداية أنا وزوجتي دخلنا الأخوية ودنشترك باستمرار وهسه دنصرف وقت أكثر لكون أكو تشجيع هاليوم أنا هسه أجيت مع أنه عندي غير شغلات مهمة جدا بس التشجيع اللي يجيني والتقوية من أبونا أصرف وقت أكثر لدراسة الكلمة وتعلم الكلمة الكلدانية أيضا. آمين إن شاء الله بالمحبة دائما. Thank you. تسلم أبونا. الله يخليك. الله يقويكم. إذا تلبد إيشا بريخة تخافن عززتا هيفا سلمو ديلا رئيسة تخوي تلبد إيشا بقيتة مرميخة ديلا بمدينة سانتياغو كاليفورنيا دهب يا وانا غدتا نيتا بالسمتة بيت مناسبة برختة بشينا بقووخو وعنك شكرا نوخو ممنون من نوخو إديو لقيبا خائذة رابة رابة كل علمة وإلى أول أخوية بكل عراق إذا تلبد إيشا قديشة سكرت هارت أنا والرئيس ساد أخوية يوان هيفاء سلمو عادتي 15 سنة يوان بأخوية والحمد لله والشكر أخوية لبرخاشة كلش رندا شكر خمارية يغب صيخة اتي حوالي تري أم نفارة وبشكابر اديو اثوالي طلت لو شياثة الحمد لله والشكر الباب مقاي دا اتي أم نفارة زيلا أخلي وإلى برقادة وما شاء الله يعني إلى كلها بصيخة وكلها بحبه ومطعلة بينجو وفطيرة ودها زيلة مغادة والحمد لله والشكر كل من ديك راخش خليه شكرا خماري البقاي بس ما جانا إيشو لبدي شو عاو إلى بعيانا ويخ بقيامه بواجبات دي وثانك يو طلع أخو جنان بس ما جانا مقويل أخو كل أخو نعم أختو Thank you. شكرا أخو ممنون من أخو شماشة هيثم يا بشنا طاطة بشماشة وخطواتة دي لي كل أعضاء قاوة أخوية لبديشة وكبخ من نوخن هنايا بات يوم بريخة كم هانن كل هدامد أخوية لبديشة آخر قيبن بقيت مرميخة بالكهون وهمينا كم هان كل هدامد أخوية لبديشة دي لي خن يعني مدن آخر بأمريكا بولايات وهمينا هدامد أخوية لبديشة بعراق ديان بلدياً العراق وبخلنا دول دي لي مسفرة يعني ليهن وطلبوخ وكم صالوخ من لبديشوع تد آوذ لبن مخواثة تدهاوخ بش مرحمانة وبش مرحبة وبش مسمحانة همينا تكلي دي لي أكيد بعوالدياً قماية ودي لي شواون ودي لي همينا رحوق منن وطلبوخ من لبديشوع دي لبي مليا من رحمة وبركاثة تد مبارك لي كل ناشئ ويعني أولى رحمة آمين زين أنا خالتهم بخالة إخني خالة ديو طبعا خالة بسيمية الكبيرة تنظيم كبيرة طاولة شكرك مريا بخير دائما الإيجابيات أكيد يعني شكرك لأخن همختن همينة طبعا ديوتن غطاية خاصة من دا يمكن يعني أذل لبدي شوع وعلى مقوية لوخن والعافية يا خالة شكرا شكرا أما الأخ شمشياثة من أو خطوات لبدي شوع تهنئة تهنئتي تكلها سرايديا all over the world وخصوصا قاضيا ديا أمريكا كم هنينا بقاود
اذد لبديشة ام خلصان دعلمة تاوى بصحة وعافية، وان شاء الله لبديشة قديشة محمل حروبات بالدنيا وان وجاعة ولا شاو قران الدنيا كله ويلي ولا ولا صحة وعافية وقنوخ بسمتا ديوت بجهاي بقيامة بث بث شو ديوت بيوادة ولا ولا اخو بصحة وعافية قيموت وقام الجالية الكلدانية دي لابقاود أمريكا بس ما آمين خاطة كم هنيان بث يوم بريخة يوم عيد قلب يسوع كل جالية ديان آخر بسان دياغو وألها شاوق لها كل أندو محضيرة أثمندي ودود لها أذقع دخليثة وثيخالة بسيمة وعاشت إيديهم كلهم إذا أخو بريخة كله أخون بعمين آمين يدد لبديشة إذا خبريخة كله أخو خطواتيك شكراً أخو ونشكر الأعضاء كل أخوية ويوم بسيمة الكلش يوم قلب يسوع الأقدس وفرحة يعني ما تنوصف فرحة كثير كبيرة ونشكر الجميع كلهم الخوات والأمهات وأحلى حفلة وأحلى أحلى يوم الله يقويكم كلكم إن شاء الله دائماً هالشكل جمعة حلوة كل سنة نشكر دي جي آشور على هالقعدة الحلوة آمين يا رب